الحقيقة نحن نفتخر دائماً بالشباب السوري البارز والدكتور بيس من الشباب السوريين البارزين اللي حققوا تقدم علمي متميز. فنحن يعني دائماً نتمنى أن يكون هناك شباب سوريين مبرزين بيرفعوا اسم سوريا واسم البلد لهالظروف الصعبة اللي عم تمر فيها البلد. ونحن انا بحب شخصيا من الدكتور غيث على هالانجازات العلميه اللي عم تتحقق على ايديه، وان شاء الله الى مستقبل افضل وان شاء الله دائما الى الامام. انا بعرف انه هذه الجائزه الثالثه اللي اخذها الدكتور، وهذه جائزه دوليه على مستوى عالمي عالي، كانت الجائزه الاولى او الثانيه هذه الارك ذا ارك اوف يوروب هيك الاولى هذه. هذا الحقيقة شيء بيرفع الرأس، ونحن نتمنى أنا بتمنى شخصياً للدكتور غيث كل التقدم، وإن شاء الله دائماً نرفع اسم بلدنا سوريا عالياً، وإن شاء الله الله يحمي البلد والله يحمي الرئيس تخرج بلدنا أقوى من هالمحنة اللي هي فيها. وشكراً لكم جميعاً. الآن كلمتين لقد تضمن التفوق، ولكل أبناء الوطن الغالي متمثلين بتوجيهات القائد الطلابي الرئيس بشار الأسد في رفع سوية العلم والمعرفة لجميع أبناء الوطن. شكرا لكم. وباسم مجلس تنسيق الجاليات العربية كلني فخر بهذه المناسبة العريقة الذي رفع فيها الدكتور غيث اسمنا جميعا كعرب في هذا البلد الصديق، لا بل وتخطى حدود هذا البلد إلى أكبر حدود، إلى حدود القارة الأوروبية، لنكون كلنا عراقة بهذا الاسم العالي المستوى الذي رفع ليس اسم سوريا فقط، لا بل واسم العرب والعروبة في بلغاريا. كلني فخر بهذه المناسبات المتتالية التي تقدم فيها الزميل غيث علينا جميعا، وكان أستاذا لنا جميعا في الحضور اللائق والمميز في المجتمع المضيف. وفي هذه الظروف الصعبة التي يعيشها وطننا الحبيب سوريا، قد لا يكون نجاحي سبباً للاحتفال، لكنني أعتبره حافزاً للعمل من أجل أن يعود السلام والاستقرار إلى الوطن. أخيراً أتوجه بالشكر والتحية لبلد الحبيب سوريا، سوريا التي فيها أقدم عاصمة في التاريخ دمشق، سوريا التي كتب فيها الإنسان أول حروف الأبجدية في التاريخ في مدينة أوغريت التي تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، سوريا التي ستبقى قلعة صامدة في وجه الأعداء الطامعين وستخرج من أزمتها بإذن الله منتصرة شاملة، تعود أقوى مما كانت عليه ولتبقى كما قال عنها الزعيم جمال عبد الناصر، سوريا قلب العروبة النابض. أشكركم مرة ثانية وأشكر جميع الأصدقاء من وطننا الثاني بلغاريا، والسلام عليكم ورحمة الله.